بدايتها الخروف كان ضيفا ثقيلا على الأمل الذي مر جانبا في هذه المباراة بسبب ضغط النتيجة والهزيمة السابقة في بجاية بعد 3 انتصارات متتالية مع بداية هذا الموسم. أشبال بعراط اعتمدوا على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، وأول إنذار كان من كرة ثابتة نفذها فرحات، فتعاون الحارس شويح والقائم في صدها. الرد من جانب الأمل كان في الدقيقة 29 بعد كرة ثابتة من أيت علي، رأسية دومي يردها الحارس، ترتد الكرة بعد ذلك يوزعها دومي، سعيدان يهيئ ودغماني برأسية محكمة يوقع أول الأهداف. الأمل وبعد أن سجل الأول تسرع في البحث عن الثاني، فحدث سيناريو لم يكن متوقعا تماما. 10 دقائق بعد الهدف، ركنية للجمعية يشتتها الدفاع، زلامي من كرة ذكية يمنحها لكابري، هذا الأخير يعدل النتيجة مستغلا خطأ دفاعيا للأمل. الأمل تاه تماما بعد ذلك ولم يسترجع أنفاسه حتى تلقى هدفا ثانيا عن طريق رأسية عطية من كرة ثابتة، ودفاع الأمل مرة أخرى يتحمل مسؤولية الهدف بعد خطأ في المراقبة. في الشوط الثاني حميسي بحث عن العودة في النتيجة سريعا بإجراء تغييرين بإقحام كل من دحو وخلفاوي، ولكن الجمعية كانت أقوى وأحسن واستحقت الفوز، خاصة بعد أن ضيع خلفاوي فرصة سانحة بعد توزيعة متقنة من أميري. اندفاع أمل الأربعاء كلفهم هدفا ثالثا بعد عمل جميل من كابري رجل المباراة الذي انفلت على الجهة اليسرى للأمل. خلاف يقع في المحظور بعد أن عرقله، والحكم بترعة يعلن ركلة جزاء نفذها وسجلها القائد رماش لتنتهي المباراة بفوز مستحق وكبير للجمعية، بينما الأمل عليه التدارك سريعا. نشكر زملاء اللي أدوا مقابلة في القمة، الحمد لله اللي رجعنا بتروابوا. دوزيام دي شوز، كما نقول لك احنا المقابلة تاع المدية هذيك ما يخفالك شوي خسرنا مع تاجنان سكورسيس، عاودنا باش نعاودوا ونرجعوا الحمد لله، وفقنا ربي كونتر المدية وزدنا خدمنا وقلنا باش نروحوا لربعة نأديوا مقابلة مليحة، ولما لا نعاود نرجعوا بتروابوا والحمد لله يا ربي رجعنا به. نظن باللي ضغط النتيجة كان رهان كبير اليوم، لأن كنا حابين نديروا رد فعل قوية بعد مباراة مولودية بجاية، ما استرجعناش القوة تاعنا، ما كناش أذكياء في اللعب تاعنا، وهذه مباراة نقول أنا شخصيا نتحمل المسؤولية، لأن ربما بعض اللاعبين اللي كنت نتمنى اليوم يعطونا الإضافة ما عطاوهالناش، لكن ماهيش نهاية العالم، هذه مباراة الجولة الخامسة، حنا أكدنا في الأول أني عندي مجموعة تلعب على البقاء، لكن ضغط المحيط ناس كي درنا نتائج ايجابيه بداوا يتكلموا على الصعود على الصعود، هذا نظن ربما لاعبين توعي ما عرفوش كيفاش يسيروا المباراه.